ما خلفش غير منها، ومنهار من وقت ما عرف خبر وفاتها وطلقها لسبب غريب. تفاصيل وفاة طليقة الفنان مدحت صالح وحالتها في آخر أيام. من ساعة ما رحلت عن عالمنا طليقة الفنان مدحت صالح ليلى صديق، وأعلن خبر وفاة الفنان شريف إدريس وكتب على حسابه: لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا ليلى صديق. والحقيقة أن خبر وفاتها ما كانش بشكل مفاجئ، ولكن كان بيقابلها فترة مرة طويلة، وكانت اتكلمت الناقدة فايزة هنداوي عضو لجنة المشاهدة بنقابة المهن السينمائية عن الحالة الصحية لليلى صديق، وكتبت على حسابها على فيسبوك: صاحبتي وأختي وحبيبتي وعشرة السنين ليلى صديق في حالة حرجة، يا رب شفيها، دعواتكم ربنا يشفيها ويعافيها ويخليها لأولادها ولكل حبايبها ويخليها ليا يا رب. وبعد مدة مش طويلة بينتشر خبر الوفاة، ولكن كان مصحوب بسؤال: مين هي ليلى صديق؟ هي بنت الراحل يوسف صديق، وهو واحد من أهم الضباط الأحرار اللي صنعوا ثورة 23 يوليو. هو والدها قدموا الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنحوا قلادة النيل، ونعاها كتير من أهل الفن زي محمد صبحي، وكتب على حسابه على فيسبوك: وداعا ليلى يوسف صديق، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا أتمالك نفسي هذا الصباح عند معرفتي برحيلك، كنت إنسانة رائعة وصديقة غاية في الوفاء والإخلاص، صداقة دامت أكتر من 30 عام وآخرها أسبوعين، أكتب لك رسائل وأتصل يوميا ولا مجيب، دعائي إلى الله أن يرحمك ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته، وللأسرة الصبر والسلوان. ومن ضمن الناس اللي نعيتها كمان السيناريست عبد الرحيم كمال، وكتب على حسابه: ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلى يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريم المحبوبة الهانم ست الهوانم ليلى صديق. وكتبت هند سعيد صالح بنت الفنان الراحل سعيد صالح: ليلى صديق كانت في وسطنا وصحتها زي الفل، ست جدعة وأم عظيمة حقانية وصحبة صاحبها، كورونا ثم مضاعفتها أدت لوفاتها، طبعا هو عمرها وأجلها بكورونا أو من غيره، نتقي الله في أنفسنا وفي بعض شوية، ومحدش عارف مين ماشي امتى، ومش هيفضل منك غير سيرتك الحلوة انت واختياراتك. جنازة ليلى صديق حضر كتير من اصدقائها وطليقها مدحت صالح، والكل كان حزين على فراقها وبيأكدوا قد ايه كانت انسانة كويسة، ولكن لانها ما كانش ليها ظهور كتير على الساحة الناس سألت عن علاقتها بمدحت صالح وازاي انتهت. والحقيقة ان حياة الفنان مدحت صالح العاطفية ما كانتش مستقرة، وقال قبل كده انه اتجوز 5 مرات وكانت اول جوازة لي بنور اخت الفنانة بوسي، لكن جوازه ما طولش واتطلقوا بعد 6 شهور بس من جوازهم، علشان تيجي بعدها جوازة مدحت صالح التانية واللي كانت من الراحلة ليلى صديق، هي اخت زوجة الكابتن فاروق جعفر، وجوازه كان مستقر بشكل كبير ومحدش سمع عن مشاكل بينهم ولا أي حاجة، بالعكس خلفوا وجابوا رانيا وأدهم، بس الجوازة دي كمان ما كملتش، انفصلوا بشكل مفاجئ. لكن ايه سبب الانفصال؟ اتقال ان سبب الانفصال ان مدحت صالح كان طول الوقت مشغول في شغله ما بين الأغاني وغيره، وانها عاتبته كتير في النقطة دي بس كان من غير فايدة، وبعدها قرروا ينفصلوا لأن حياته كلها كانت عبارة عن شغل. لكن الحقيقة إن الكلام ده مش أكيد، ده لأن مدحت صالح ولا مرة وافق يقول إيه سبب الانفصال، وكان الموضوع في تعامل طيب بينهم. ومن بعدها اتجوز للمرة التالتة من الفنانة سمية، بس جوازتهم ما كملتش 2 سنين واتطلقت، والناس شافوا إن السبب في الطلاق إن سمية كانت أكبر منه ب7 سنين، بس محدش فيهم صرح بشكل واضح بده. أما جوازته الرابعة كانت من الفنانة شيرين سيف النصر، ودي كانت أقصر جوازة في تاريخ مدحت صالح، واللي استمرت 4 شهور بس، والطلاق وقع على طول. أما آخر 6 في حياة مدحت صالح لحد دلوقتي فهي الشهيرة نور البيز، واللي من بعد جوازه منها كل ظهور لي بيمدحها ويعبر عن حبه ليها، وبيقول إنها أقرب إنسانة لي في الدنيا. ورغم كل جوازات مدحت صالح دي إلا إنه ما خلفش غير من ليلى صديق وولاده الاتنين.